الوقوف بين ايديه في اليوم المبارك ده طبعا بيبدا من الفجر واحنا بنتسحر عشان نصوم طبعا يوم عرفه، ولا بيبدا امتى وايه الوقت اللي ما ينفعش نضيعه في يوم عرفه؟ هو يوم عرفه كل يوم فاضل ما ينفعش يمر علينا دقيقه فيه او ثانيه فيه واحنا مش في طاعه. وازاي هنعملها؟ ازاي هخلي اليوم كله طاعه؟ اول حاجه النيه الصادقه لله سبحانه وتعالى، ودي يلزمنا فيها وقفه. مش سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله عز وجل من هذه العشر؟ العمل الصالح ده مش عايزين الناس تنشغل بالصوره، عايزين الناس تنشغل بالجوهر، لان العمل الصالح معناه ان انا بعمل حاجة باخلاص لله سبحانه وتعالى، بعمل حاجة بقتدي فيها بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فلو انا عندي نية صادقة من قبل الفجر زي ما حضرتك قلتي وانا بتجهز للصيام للناس اللي مش على عرفات، الناس بقى لينا احنا بقى ازاي نستفيد باليوم زي ده، ازاي نطلع باكتر استفادة وثوابات في يوم مبارك زي ده. النية الصادقة لله سبحانه وتعالى زي ما قلت، انا ناوي من بالليل ان اليوم ده هقديه في طاعة ربنا سبحانه وتعالى. التوبة والاستغفار، يعني انا في الشويه اللي انا بتسحر فيهم ده السدس الاخير من الليل، الوقت ده وقت السحر. وربنا سبحانه وتعالى لما بيوصف اهل الايمان يقول وبالاسحار هم يستغفرون، دول اهل الجنه. يبقى استغفر وتوب واقول لربنا يا رب انا جاي لك النهارده بصيام وجاي لك النهارده بطاعه علشان اكفر ذنوب سنه فاتت. مش بس سنه فاتت، ده انا كمان بقدم لسنه جايه، زي ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول احتسب على الله ان صيام يوم عرفه يكفر سنه قبله وسنه بعده. وابدا بقى صيامي، ابدا صيامي اليوم اصلي فيه الفجر، لان لما بصلي الفجر انا في ذمه الله سبحانه وتعالى. يعني ايه؟ يعني انا في حمايه ربنا سبحانه وتعالى. من صلى الصبح فهو في ذمه الله عز وجل. عندي وقت النهارده، اغلب الناس اجازه، عندي وقت، تقدر تاخد اجر الحج وانت في المسجد. صليت الفجر، اجر الحج وهو في المسجد، وهو في المسجد ازاي بقى وهو قاعد هنا؟ تقدر ربنا كريم. طبعا طبعا تقدر تصلي الفجر في جماعه مع الامام وانت قاعد في المسجد، تسبح وتذكر ربنا سبحانه وتعالى لغايه ما تطلع الشمس. بعد ما تطلع الشمس وتشرق الشمس تقريبا بعدها ب 15 دقيقه ب 20 دقيقه تصلي ركعتين لله سبحانه وتعالى. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى الغداة في جماعه ثم جلس في مسجده، الغداة دي يعني صلاه الصبح، ثم جلس في مسجده يذكر الله حتى تطلع الشمس كانت، ثم صلى ركعتين كانت له كاجر حجه وعمره. الله. تام. كررها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. مش بس كده، لو حضرتك بتستغربي خدي بقى الحديث الاجمل كمان، ان سيدنا النبي يقول لنا اللي يتوظف بيته ويحسن الوضوء ويروح للمسجد علشان يصلي صلاه فريضه، مش بس في يوم عرفه، في اي يوم من الايام، فاجره كاجر الحاج المحرم. الله. النهارده اعملها بقى، يعني انت صلي الفجر، اقعد في المسجد، اذكر ربنا سبحانه وتعالى، صلي الركعتين كده ان شاء الله مكتوب ليك بنيتك اجر حجه كامله عند الله سبحانه وتعالى. طيب ايه الادعيه اللي مستحبه نقولها في يوم عرفه؟ يوم عرفه هو خير يوم يتقرب العبد فيه لله سبحانه وتعالى بالدعاء. اولا الدعاء ده عباده جليله جدا، عباده عظيمه جدا. الدعاء هو العباده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وربنا سبحانه وتعالى يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي، يعني يستكبرون عن دعائي، سيدخلون جهنم داخرين. الحقيقة الدعاء اللي أنا أتقرب به لله سبحانه وتعالى في هذا اليوم مفتوح. ادعي زي ما أنت عايز، ادعي بخير الدنيا وبخير الآخرة، ادعي اللي أنت عايزه من أمور الدنيا واللي أنت عايزه من أمور الآخرة. لكن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وجهنا لدعاء المفروض نكرره. قال صلى الله عليه وسلم أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لما أجي أتدبر فيها أنا كده، طيب ده أنتوا بتقولوا لنا لا إله إلا الله، طب ما ده مش دعاء، ده ثناء على الله سبحانه وتعالى. العلماء يفسروها بتفسير جميل جدا، يقول لك ما هو ربنا سبحانه وتعالى من كرمه وفضله يكتفي بالثناء عن الدعاء. انت لو بتكلم واحد يعني ليه شأن عظيم، واحد ليه مكانة كبيرة، فمجرد بس انك بتعرض له كده وتقول له كلمة هيديك. انا والله يعني فيفهم ان انت محتاج حاجة، فما بالك بالله سبحانه وتعالى اللي اصلا عارف كل حاجة. طبعا.
وكان حد كده يقول أذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. يعني مجرد أن أنا أقول لك نعم. أهلا بيك وأنت مشرفنا وأنت منورنا فأنا أفهم أن أنت ليك حاجة فبقضيها ليك. نعم. واستدلوا على كده كمان بالدعاء العظيم بتاع سيدنا يونس لما كان في الظلمات في بطن الحوت، ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت، كان دعاءه إيه؟ قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يعني اعتراف بوحدانية الله وبقدرة الله وإقرار بأن أنا مقصر وبقول له يا رب أنا ماليش غيرك. فكانت الإجابة نجاه الله سبحانه وتعالى من الغم، وربنا قال بعدها وكذلك ننجي المؤمنين. فالدعاء ده ثناء على الله سبحانه وتعالى. طيب يبقى اعملها ازاي؟ ما انا عايز ادعي برضه لاولادي وعايز ادعي بالرزق وعايز ادعي بالخير وعايز ادعي بالصحه. وانت بتدعي الكلام ده كله خلي بين ثنايا الدعاء بتاعك لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. ابدا بحمد الله سبحانه وتعالى والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وادعي بما يتيسر ليك، وبين فقرات الدعاء كده كرر لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، وتختم بالصلاه والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، لان بدايه الدعاء الصلاه على النبي وختامها الصلاه على النبي مقبوله فالله عز وجل يقبل ما بينه باذن الله. طب دكتور ايمن يعني